فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم. يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم، فبماذا تنصحوني؟ صحوني ننصحك بأنك تبدأ مع المختصرات على المشايخ، مختصرات الفنون تقرأها على المشايخ ويشرحونها لك. هذا إذا كنت في غير دراسة نظامية. أما الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات فإنك تعتني بالمقررات، المقررات التي قررت للدراسة في كل مرحلة بحسبها. نعم.